FM. الكلمة ليك. استمتع على شيء 16 دقائق. مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل على كاب اف ام. هذه الاتغاس حتى الثمانية متاع الليل. بيان سور ضيفتنا الاولى جات بحضنا. مرحبا بك مدام سلمى بكار. يعيشك. مرحبا بكم انتم. يعطيكم الصحه اللي استدعيتوني وجبتوني. فوالا مدام سلمى بكار, نحكيو على التجربه نتاعك الكل, نحكيو على التجربه اللي بدات من 15 ديسمبر 45 منذ ولادتك في تونس بيان سور لانستيتيو فرونسي دو سينما. التكوين نتاعك من بعد تجربه التلفزه كمساعد مخرج بالتلفزه التونسيه, بعد كمخرجه سينمائيه للوثائقي والروائي القصير والطويل, بعد كمنجم, بعد في مرحله اخرى كسياسيه في نهار 23 اكتوبر 2011 عضو مجلس تاسيسي على القطب الديمقراطي الحداثي على ولايه بنعروس. دونك هذه هي التجربه نتاعك. اليوم نلقاوك مخرج بار مخرجة سينمائية ومنجة مديرة مهرجان بوغرنين. وما أدراك ما مهرجان بوغرنين, المهرجان العريق. مش نبدأ من الأخر بكل, نبدأ بالمهرجان, مهرجان بوغرنين والدورة 36 سنة. نحكيو على الدورة, تقييم الدورة في مجملها. خير, ما كانش ولا مسلسل طويل. لا جوست باش نقدمه, جوست باش نقدمه باش العباد تعرف. بربي حتى في التقديم فما فتره انا ياسر فخوره بها وانت ما حكيتش عليها. هي خطواتي الاولى في السينما الهوات, معناتها في قليبيا وفي حمام لنف وفي تكويني الاولاني نحب ديما نذكر به. نرجعوا لها بعد شويه نحكيوا عليها. حاجه هامه ياسر ليان. باهي نبداو بالتقييم نتاع السيسيون هذه اللي هي 36 بالنسبة للعمر متاع المهرجان. بدأ في 1980 إذا يغسناها. نحن عملنا بحث وحبينا نسترجع الذاكرة متاع المهرجان ولقينا لزافيش لقدم وعملنا بهم إكسبوزيشن وفطنا اللي لافيش الأولانية ما كانتش اسمها بالكل مهرجان بوغرنين, كانت اسمها مهرجان كارتاج. كان بوغرنين تشنية حاجة صغيرة هكية حاجة تبع كارتاج, تبع كارتاج. وإلا في العام الثاني يمكن كي لقاو الأولاد صغيرة تعلم يمشي على ساقيه وقتها ولا هذول اللي فقوا اللي هو بعيد شوية على كارتاج كمان. دونك نحكي مسافة في المسافة بعيد شوية. دونك إلا في ال 81 معناها ولا اسمه الدورة الثانية لمهرجان بوغرنين. بالنسبة لي أنا هذه أول تجربة وأنا بوم تعرفوا قديش أنا مرة مغامرة ونحب المغامرة ونحب التحدي. ولكن أما برشا مرات نلقى روحي أمباركي في حاجات معناتها ما اخترتهمش بالكدا بالكدا, ولكن اتفرضوا عليا باسم المبدأ والمجموعة والعمل المجموعي وهذا اللي هزني للسياسة زادة سخته من مطه ونرجعوا لها. دونك لقينا روحنا مجموعة كاملة قدام اختيار اعتبرناه غريب, وأنه المعتمد متاع حمام لنف يقرر وحده اللي الهيئة القديمة متاع 35 هي اللي باش ترجع تخدم من غير حتى مبرر وحتى تقييم. ومعناتها وكان فما برشا مشاكل حتى في الجيستيون وكل شيء. قلنا مش معقول المجتمع المدني, جزء كبير من المجتمع المدني في حمام لنف قال لي لازمنا نحلوا هالمخابرة هذه معناتها القائمات عدة وكل واحد يقدم المشروع متاعه والمجموعة متاعه وتتكون لجنة, وماذا بينا اللجنة هذه تكون فيها ناس معناتها خصوصية عندهم شوية خصوصية ولا قراب من الثقافة وكل. دونك تكونت هاللجنة هذه داخل وزارة الثقافة ونظرت في الأربعة مشاريع. هما زوز مشاريع الحقيقة جبدوا رواحهم من الشطر الثانية وقعدوا زوز مشاريع متاع سي نوفل بن عيسى والمشروع هذايا اللي يهمني أنا والمجموعة اللي معايا. فينا الموت قرروا أنه معناتها خطروا هذايا, وأنا شخصيا كان بودي وأنه صديقتي وزميلتي والفنانة الكبيرة اللي أنا نحترمها برشا ليلى توبيل تكون هي رئيسة كما في 2011 و2012, وأنا كنت من الناس اللي ساندوها برشا على خاطر نمن ياسر بالمشروع الثقافي اللي هي تحمله. ولكن سنة ليلى كان عندها سلوان وكان عندها وكانت موجودة في المهرجان لوتريس أوت. أي لهذيك حاجة أخرى, ذيك التكريم عملته وأنا الثلاثة شخصيات نسائية تولدوا وكبروا في حمام لنف ولاو فنانات كبار اللي هي ليلى توبيل ووجيهة ووجيهة جندوبي. ولكن اثناء ليلى بالذات ما نجمتش تتحمل هالمسؤوليه هذه لانه عندها توزيع متاع سلوان وكانت تدور به, واحنا نتمنى لها النجاح. دونك
برسك تفرض عليا وانه نكون انا ودايوغ اكثر من شطر المجموعه اللي خدمت معايا بخصوص الشباب هما اللي خدموا زاده مع ليلى لانه خدمنا بلوز وما في نفس المفاهيم والمبادئ ولكن مش كيف كيف على كل على خاطر كل واحد عنده شخصيته وعنده اختياراته وسيغتانمون النتيجه ماهيش هي هي كيما كل عمل فني كيف تعطيه لزوز فنانين معناتها ديما نقول حتى سيناريو نتاع سينما تعطيه 10-20 مخرج يعطيك 10-20 شريط مختلف ولكن المبادئ العامة متاع الاختيارات تقريب تقرب ياسر لبعضها شنو معناه معناه حبينا هالفن هذية والاختيارات متاعنا تكون ديما فيها هدف مش كيف متاع مجموعة ولا كيف متاع شخص يعجبني الفنان هذا ولا يعجبني هذا توا نجيبه دايوغ قبل ما نحدو لسامي حددنا المواضيع شنو نحبو نقوله وشنو اللي نحبو نسترجعو المهرجان بوغرنين اللي هو وقت اللي تخلق في الأول كانت عنده برشا الصبغة المغاربية متاعو حبينا نسترجعوا شوية من الصبغة هذه ولكن حبينا نوسعوها زادة لأنه كل شيء مربوط ببعض وراهو وانا نقول السنين ما نخافش بالكل وقت نقول راهي الثقافة قريبة ياسر للسياسة وكان ماهيش هي بيدها السياسة والسياسة قريبة للثقافة وما تنجمش تعمل هذا ولا هذا ما غير ما تقربهم لبعضهم ولهذا مشكلة الهوية والهوية والبحث على الهوية اللي صدر علينا وقعدنا 3 سنين في المجلس التأسيسي نحكيو على البحث على الهوية على حكاية الهوية ونحاولوا باش نفسروا اللي كل مجتمع اللي تبدأ الهوية متاعه متكونة من برشا جزئيات راهو هذا مش فقر بالعكس هذا ثراء للناس وهالفكرة اللي تبدونا حاجة طبيعية وسهلة وكل كان صعيب ياسر فرضانها على ناس في وقت ما اللي يقول لك انت بخلاف الهوية العربية متاعك ما عندك حتى شيء اخر ماكش افريقي ماكش متوسطي ماكش بربري ماكش امازيغي ماك حتى شيء الا العربي الاسلامي دونك احنا حبينا مرة اخرى ندافع على هالمبدأ هذية متاع تنوع الهوية متاعنا والثراء ومن اول البرنامج حتى للاخر خدمنا على هالنوعيه هذه بخلاف وانه خدمنا زاد على الشباب خدمنا على تكريم تاع فنانين كبار كيف المرحوم دورة السنة هي نوعيت بدورة التكريم فيها تكريم النساء وتكريم اللي رحلوا زين الصافي وعز الدين زين الصافي وعز الدين وبيبي كينغ واللي موجودين الثلاثة اللي هما نساء كما قلت اللي هما بنات حمام نمف واللي هما مبدعات معناها يستحقوا أكثر من مبدعات اللي هما تولدوا وترباوا في حمام نمف وعملوا خطواتهم الأولى في حمام نمف كان هين برشا باش نستعرفوا لهم بهذا وهما يستعرفوا بالمهرجان خاطر انا سميتهم باللغه الفرنسويه وما لقيتش بالكدا الترجمه نقول سي لي مارين نتاع المهرجان اش معناه معناها هما دعموا معنويا هالمهرجان والبرنامج نتاعو والهيئه كلها اللي تخدم فيه يقولوا احنا معاكم وهذا كان زيدا اللي يفسر وانه خصصنا سهريه لكل واحد منهم بالإنتاج متاح حتى مثلا موني نور الدين الناس يقولوا موني مهيش مخرجة مثلا ولكن موني هي اللي تدير في فرقة مدينة تونس اليوم وفرقة مدينة تونس أنتجت أثناء عمل كبير وعظيم ظلموني حبيبي اللي هو تعدى وعمل الافتتاح تاع كارتاج وأنا تبعته من خطواته الأولى بريسك فرض وقت أنا واللي هو في حد ذاته واللي هو في حد ذاته تكريم لسيدة تونسية قدمت الكثير لتونس والحمام لنف زي ما تنساش اللي عليا في علاقة كبرت في حمام لنف وحمام لنف ما تولدت فم برشا فنانين من علي بن عياد معناتها برشا فنانين اللي خرجوا من حمام لنف اللي اصلهم عبد المجيد لكحل الله يرحمه مع الاسف برشا رحلوا دونك باهي وانه نفكروا اللي هالبلاد هذيا معناتها راهو فيها مبدعين ومبدعين كبار
ولازمنا نعاودوا نحطوهم في بقعتهم الصحيحة اللي يستحقوها. ولا كيفاش كانت الدورة سنة في رأي النقاد في رأي الصحفيين في رأي الجمهور سيرتو؟ الحقيقة مختلفة باش نقول اللي في رأي الصحف كان إيجابي جدا وانا شفت إيجابي جداً تقريبا جداً كل العناوين معناتها ان عندي دوسي دو بريس هكا ما فماش حتى كلمة قالت ضد المهرجان وضد البرمجة. مرة فما في ارتيكل يمكن صار خلل تقني نتاع صوت وقت اللي هو عادي يصير قال اليوم صار خلل معناتها اليوم صار خلل ما كانش الحقيقه وما نحبش حتى انا نشكر الصحفيين ونشكر لي ميديا اللي كانوا موجودين اما مش نشكرهم على خاطر كتبوا هكاك خاطر انا ما نعتبرش اللي هو ما حبوش يجاملونا ما ظهرليش مدح وما ظهرليش مجامله كتبوا اللي حبوا يكتبوه وقالوا اللي حبوا يقولوه تقييم واما نشكرهم برشا على اللي هما تبعوا برشا المهرجان وجاوا كانوا موجودين ديما كل يوم كان عندنا دو تخوا تلفزيون لي راديو وال لا بريس المكتوبه. بالنسبه للجمهور في بعض السهريات في عدد كبير كل الحقيقه كان محتشم. وانا هذه الحاجه انا كفنانه كشخص كمواطنه تونسيه يهمني الشان الثقافي. عندي سؤال ياسر محيرني اليوم ودايوغ نهار قابلت سيد وزيره الثقافه وقلت لها لازم بعد المهرجانات الكل نلموا ونعملوا حوار وطني مع المسؤولين على المهرجانات الكل ومع المسؤولين تاع الوزاره باش نسالوا سؤال نعتبره مهم جدا شنو اليوم نحبوا نعملوا بالثقافه في الصيف في المهرجانات شنو التونسي يستنى من اذا كان بالمجد احنا نحب ندعموا ثقافه وطنيه ومنحب نقول انا ثقافه وطنيه ما نحبش تكون مصنفه خاطر الثقافه ما لازمهاش تكون مصنفه بالعكس كيما كنت نحكي على الهويه الثقافه لك متولي متنوع. ثقافه بالمجد الا ما تبدا منفتحه على كل شيء وتاخذ بعين الاعتبار الاذواق الكل ولكن تبدا في مستوى معين من الجودة ما تنجمش تهبط أقل من مستوى معين كيف ما كان النوع وانا نعتبر اللي في الأنواع الكل فما الجيد وفما اللي ماهو جيد. المشكلة لازمك أنت تلقى في كل نوعية اللي باش أنت توجهها الصنف من المتفرجين متاعك أنا يظهر لي ما عندكش الحق باش تهبط أقل من أقل. مستوى شكرا. في نفس الوقت انا مانيش معاه نون بلو كالفنان الكبير اللي يقول لك انا برك نفهم وانا فوق الناس الكل واللي نقدم فيه حتى كان في قبه بالار نتاعي وكان الاخرين ما فهمونيش راهو مشكلتهم مش مشكلتي انا مانيش مع هالفكره هذه نون بلو دونك اصعب حاجه كيفاش باش تلقى الموازنه ما بين هذا وهذا فما سهريات نجحنا فيهم خلينا قبل لهنا يظهر لي مسألة مفاهيم يظهر لي اليوم لازم نحدوا المفاهيم في تونس قبل ما نمشيو نفركسوا في حاجات أخرين لأنه هات نعرفوا المهرجانات هذه هل هي مهرجانات ثقافية أم هي مهرجانات ترفيهية صيفية ولا تجارية هذا السؤال بلا حتى الثقافي نجم يكون تجاري أنا طرحته حتى على السيد الوزير قلت له كان نتفاهموا إذا كان نقولوا احنا لازم هالمهرجانات تكون مهرجانات ثقافية راهو دور وزارة الثقافة لازم يكون أهم برشا من الدور هكا رغم اللي أنا الحقيقة وزارة الثقافة عاونتني بالدعم المالي وبالعروض المدعمة ولكن ما يكفيش خاطر شخص كيفي أنا ولا حتى اللي جاوا قبلي راه حتى مثلا أنا دخلت في النزاع عن سخطة ماما مع سي نوفل أما نعتبر بن عيسى أما نعتبر اللي هو زاد ضحية في السيستم هذا خاطر متاع عاش يوصل شخص كيف ما نوفل يولي عنده ديون والا مثلا مدير نتاع مهرجان الزهره يخرج يخلي ديشيك سون بروفيزيون معناتها حياته في يخدم يعني في شنو هو وزاره الثقافه ماهوش هو وزاره الثقافه هو جزء من الناس اللي يحبوا يبنيوا الثقافه دونك انا نعتبر السؤال الحقيقي كما كنت تقول مدام سلمى احنا السؤال هذا مش نرجعوا له بعد الاخبار والا نعطيوه ولا نردوه سياحيه ولا نردوه سياحي ولا مش نرجعوا له السؤال هذا مش نرجعوا
بقيه الاسئله مع مدام سلمى بكار. هذه كل بعد الاخبار، يلا راجعين. رضا طلياني فابيني توصلنا ل 56 و54 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، هذه هي لاتراس، قاعدين معكم حتى لثمانية متاع الليل. ضيفتنا المخرجة والعضو مجلس تأسيسي سابقا ومديرة مهرجان بوغرنين في دورته الحالية الدورة 36 مدام سلمى بكار، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا. كنا نحكيو قبل ما نخرج بكري للأخبار على الدورة هذه اللي هي ناجحة بالنسبة في تقييمها، إعلاميا وصحفيا ناجحة، جماهيريا ناجحة إلى حد ما، وحكينا على الثقافة في تونس. المهرجانات هذه هل هي مهرجانات ثقافية أم مهرجانات ترفيهية أم هي مهرجانات سياحية كما قلت أنت؟ دونك السؤال الكبير هذا شكون اللي جاوب عليه اليوم، وكيفاش نجمو نجاوبوا على سؤال كما هذا باش نحدوا المفاهيم كما سألتنا؟ أنا يقول ماهيش مسؤولية لا شخص ولا حتى مجموعة، مسؤولية الناس الكل اللي همهم الشأن الثقافي قبل كل شيء، وشأن هالمهرجانات هذه الصيفية بما فيهم بيان سور وزارة الثقافة هي كوزارة إشراف، الناس اللي تلهاو بالمهرجانات الكل والمجتمع المدني والصحافة بيان سور باش تعطي رايها، ونشوفوا الكل شنو المجتمع التونسي اليوم يستنى من مهرجان ثقافي، وديجا احنا شنو مفهومنا المهرجان يندرى نحبوا بالسيف دخلوا له في مخه ثقافة حتى كان هو يبدأ رفضها، وإلا نلقاو حل وسط اللي تنجم ترفه له شوية من الذوق متاعه من غير ما تقلقوا، خاطر زيادة ما لازمكش تقلقوا ما يجيكش سي سي فرق في حاجه اخرين، يمشي القهوه يمشي الشط يمشي الغير، حاجه اخرى زاده ما تنجمش تكون عندك انت تدعي تعمل في الثقافه وتخليه تقول لهاني باش نتبع وانا الجمهور ونعمل به كل يوم كافي شانتا وندرش الفايده خليه يضحك، وحتى كان ما يعرفش حتى على شنو قاعد يضحك، الفيد اعطيه طرف جو وموسيقى واسطنبيلي وخليه يشطح. هذا الكل راهو انا مانيش ضد الضحك، مانيش ضد الاسطنبيلي، مانيش سورتو مانيش ضد الشتيح، خاطر راكم سمعتوا بيا اللي انا مرتين مديره مهرجان هبطتوا قلت لهم هبطوا ورقصوا، رغم اللي الامن نهار القناوه سورتو خافوا ياسر وجاوا الجمهور كان كبير برشا، وانا القناوة عنده خصوصية العرض وجمهوره بيدو خاص، بل واستقبلتهم في داري وصار هكا تقارب كاتب اي محليه مزيخ كاتب عاد قال لي مدام سلمى باش يخليهم يستحوا، قلت له نوعدك يستحوا اليوم يا اخي اول ما نهبط يستحوا هو مدير المهرجان، انا عملت هكا والناس الكل هبطوا، دونك مانيش ضد هذايا الكل ولازم الناس تتفرهد في المهرجان، ولكن او ميم طون ما نجموش نخليو الاذهان معناتها فارغه من كل حاجه اخرى من التخمام، خاطر هو راهو حتى الضحك فما ضحك من ضحك فما ضحك هكا غاتي وفما ضحك يضحكك يوصل ومن بعد يخليك تتساءل. انا فما حاجه اثرت فيا برشا ليله اللي تعديت ليله توبيل بسلوان، وكان بالعاني اخترنا الدات نتاع 13 اوت كان تكريم الليله وعيد المراه، وجاوا برشا صحفيين خارجين الناس كيما عاد احنا جمهورنا في حمله في مخلط، فما الناس المثقفين برشا وفما شعب بسيط اللي داير وساعات حتى كيف نشوفوا اللي مش معبي برشا نحلوا البيبان ولينا نعرفوهم نساتهم. امراه بسيطه خرجت وعينيها بالدموع، قالت لها المذيعه شبيك تبكي؟ قالت لها سخفتني تونس. الوغ قبل بشوي كنا نضحكوا خاطر في المونودراما نتاع ليلى بالمجد فما حاجات تبكي اما فما حاجات المراه قالت لها سخفتني بلادي سخفتني تونس، معناتها باش يوريك اللي حتى عبد سوا ديزون ماهوش مثقف راهو عنده باك جراوند وراه راهو عايش ما ينسوا فيه باش بربش غادي في حكايات. انا الفارق انا ديما نحكي على الجوده، اما فما حاجه اخرى هامه برشا عند الفنان هو الصدق. وقت اللي فنان بالمجد يبدا يبحث في روحه ويحب يقول حاجه صحيحه وصادقه راهي تخلط للجمهور كيف ما كان النوعيه اللي هو يختار باش يعبر راهي تخلط للجمهور. اما اذا كان فنان يحب يلعب هكا هاو بالجمهور ويلعب له بعواطفه وما يحترموش وما يحترم ما يحترمش الحاجه اللي تجمع بينه وبينها الفيكيو نتاعنا اليوم، وحنا تبارك الله مش تبارك الله
الاربع سنين هذوما عملوا فينا فرعة يعودوا حياة جستمو في الاربع سنين شفنا برشا حاجات في تونس. اليوم الثقافة البديلة هذا السؤال مش نجاوب عليه بعد شوية مع مدام سلمى بكار بيان سيور بعد البيوب. يلا لا تغاس السبعة نتاع العشية بيان سور مازالنا متواصلين حتى الثمانية في لاتيغاس حتى الثمانية. مازالنا نحكيو زادا مع مدام سلمى بكار نحكيو على الذوق نحكيو على سورتو الذوق العام نحكيو سورتو على الجمهور وكيفاش يتربى الجمهور في تونس. هل الحكاية تقف في المهرجانات في الصيف والا ثم خدمة كاملة لازم تخدم من وسط العام؟ لأن اليوم عندنا إشكال كبير في تونس اسمه دور الثقافة. دور الثقافة اللي ولات تقريبا مغلقة أمام الجماهير أمام الرواد. فما بروجي أنها تتحل فما عندي شكون بروجي ما نعرفش هو الحقيقة راهو فما برشا أسباب اللي ما تتثبت في هالمستوى هذايا اللي خلط له الجمهور. رانا تعدينا من أكثر من 20 سنة من تتسحر ثقافي غريب وكان اختيار سياسي هذايا الناس تغيب نوادي المسرح نوادي السينما ونذكروا احنا كل شيء معناتها فرغوا أي هيكل اللي وانا مقبلة ليت قدش لحيت على تكوين الأولاني كسينما هاوية وانا معناتها فخورة به ويمكن حتى بعد كيف زدت فطنت أكثر كي بديت نعم في السياسة قديش التكوين كان تكوين فني وتقني أما تكوين زادة سياسي باش تفهم وتحلل وتعرف اللي هالفن هذايا لازم يكون يصلح الحاجة مش ترفيهي أكهو وحتى كان ما كملتش فيه هو سبور للمخ معناتها يعطيك آليات باش تنجم تحلل وتفهم وتكتب سيناريو معناتها ان فونكسيون دو الحاجه اللي انت عايش. من بعد جاو اكثر من 20 سنه اللي الحاكم في تونس كان يخاف من الثقافه ويخاف من الفن ويخاف من المخ يخاف من كل فكره جديده من كل فكره تعبر على حريه. دونك دخل داخل الهياكل وبعث لها دي فيروس وفرخها من وحدها واحنا اليوم قاعدين نحصدوا في هالتصحر الثقافه. دونك كيفاش باش نعملوا؟ انا نقول خدمه صعيبه ومسؤوليه عامه معناتها من تعرف انا كنهار نقول ماذا بيا حتى المراه تبداش حامل عندها بيبي في كرشه لازمنا نمشيو سمعوها شويه اغنى كلمه نتاع سكيتش اي حاجه بشويه نعلموه شنو معناها الفن وشنو معناها الثقافه. دونك بالنسبه ليا tout est à construire على هذا اليوم راني حتى كيف نسأل نقول شنو نحبوا نعملوا بهم احنا المهرجانات الثقافيه راهو سؤالي ني با انوسون انا نحب نعمل بهم ثقافه معناتها واضح ولكن كي نسأل السؤال باش نعموا النقاش وباش نوليو متفاهمين احنا والسلطات كي بشنو لازم نضحيو وراي الثقافه عندها عندها البريم تاعها معناتها الثمن تاعها مش تعطيني موان دو 1% دو بيدجي نتاع الثقافه وقاوم الارهاب بيان سور انا بالنسبه ليا انا ماهوش شعار باش تقاوم جو لو سي تري تري بيان بالثلاث سنين اللي عشتهم داخل المجلس التاسيسي وبالجهل اللي سمعته الكل وقت اللي تبدا تحكي على الثقافه وتحكي على الحريات الفرديه تحكي على الشعوب الاخرين المتقدمه كيفاش عايشين وتقول كيفاش نجموا نلقاو معناتها دي ميثود باش ناخذوا من بعضنا الثقافات ياخذوا من بعضهم اللغات ياخذوا من بعضهم وتقوم القيمه وتقول لك الهوية أنا هوية الهوية تسكر عليا بيبان وشبابك وتخليني ما نتنفس بسم الهوية ولا ترجعني كورونا بتالي ولا ترجعني سيبان هذه هي الهوية متاعك. الهوية متاعي موجودة وكنت ديما فخورة بها بالعكس ولكن لازمها ننفتح التنفس هذيك باش هي تكون عندك الثراء هذيك. دونك بالنسبة لي واضح اللي لازمنا نعملوا ثقافة في الصيف نسأل باش نخلطوا بشوية لبعضنا نقولوا كيفاش لازمنا نعملوها وشنو هما الامكانيات اللي قاعدين نعملوا بهم توا يضحكوا ويحطوا الناس في خطر على خاطر وقت اللي مدير مهرجان يخرج يولي يلقى روحه صحح في ديشيك سون بروفيزيون يلقى روحه مرض في حاجات هو مش مسؤول عليها مسؤوليته وحده
هذه مسؤولية بلاد كاملة، مسؤولية سياسة كاملة، لازمنا نهزوها كلها مع بعض، وفي نفس الوقت نجموا نعملوا ترفيه معناتها نفرهدوه المتفرج، مش باش نفرضوا عليه حاجات يقلق يقول لا يفك عليا انا خليني نمشي. ولا ترفيه فيه كاليتي، فيه كاليتي، واما نلزوه باش يخمم على الواقع نتاعو بطرق عده، اما بطرق زادة تنجم تفرهدوا، وهذا حاجه ممكنه. ولا مهرجان بوغرنين بعد الدوره 36 وتسكر المهرجان في 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 نسخته الاصليه الرسميه، ينطلق مباشره بعد بنهار في مهرجان الطفل في ايه. نفس الفضاء هي في هذيك، حتى مهرجان الطفل هاو داخل في البرنامج، هذا الدوسيه دو بريس شفتوا محلات انيق الوان، انيق ياسر ياسر، خاطر مخدوم كيما لي بروجي نتاع السينما راهو هكاك. ولا انت استفدت من عالم السينما في البرنامج انتاج، يعاوني في كل شيء انا في السياسه وفي كل شيء. دونك مهرجان الطفل موجود ديجا من الخطوات الاولى، يمكن ما كانش محدد بالكدا. نحب نقول يمكن زاد الفكره الاولانيه، واني انا جاء برشا طلب باش ناخذوا مسرحيه كليلة ودمنا المسرح الوطني مختار اي، واعطاوهنا كعرض مدعم، وما لقيتش بقعه كيفاش ندخلها في كل العروض الاخرين تاع الكبار، وبشويه بشويه تولدت الفكرة باش نوليو ثلاثة أطراف، اللي هو مهرجان بوغرنين، دار الثقافة، وفما جمعية اسمها أطفال ونا في حمام لنف، اللي تنشط برشا مع الأولاد الصغار بخصوص من ناحية ثقافية والتربوية وقت القراية وكل شيء. دونك أنا معناتها طرحت عليهم، وكل واحد جاب حاجة، نقول حاجة. مثلا انا عندي المسرح هذا تعطات باسم الواحد، عندي طريف امكانية فلوس، دار ثقافة عندها عروض، عندها عروض، المنجية الدخلاوي اللي هي رئيسة جمعية اطفالنا مستانسة بهالتنشيط، وعندها مجموعة من المكونين الشباب اللي هما باش يعملوا ديزاتوليي للاولاد الصغار، باش يعلموهم كيفاش يعملوا سكولتور، كيفاش يعملوا مكياج تاع الكلون. زاد فما بربي حاجة زاد حلوة برشا، جات تلقائيا الهلال الاحمر تبرع بنهار كامل تنشيط للاطفال باش يعلمهم كيفاش يعملوا لي بروميير سوكو. هكاك تولدت الفكره، وهكاك من بعد نجمنا في الفكره، فهي فكره تجيب فكره. احنا كما شفتوا في البرنامج نتاعنا الرسمي عندنا ثلاثه برامج اللي كل واحد يسمي روحه كما يحب، راه يسمي روحه مونو درام، داخل يسمي روحه سيت كوم، وان مان شو، شو وشو وشو وشو. قعد لنا جعفر جعفر في الشو نتاعو، قعد لي على في قلبي وقتها حبيت انا من الاول ماذا بيا راهو جعفر وماذا بيا راهو لمين زاده وكل، اما قالوا لي جماعه اللي معايا برشا برشا يسري، راهو في العاده لطفي وجيهه، المهرجان راهو الاكثر مركز على الموسيقى. دونك قعدت لي في قلبي حكايه جعفر، ومن بعد تقابلنا المدة الأخرى وحكينا وكل شيء. تبرمج العرض لـ 29. تبرمج بوغ لـ 28. 28 اللي هي ليلة الاختتام. وقلنا اللي جعفر عند ما نعرفش عنده حاجة، يمكن شوية في الفيزيك نتاعو في الجيستوال، الأولاد الكبار الصغار يحبوه. دونك قلنا علاش ليه معناتها ما نعملوش نضيفوا هذايا، يتوجه للكبار وللصغار. سيرتو العرض نتاعو تونسي بوان ينجم يكون موجه للصغار، خاطر هو يضبطي العرض نتاعو هذا، شفتوا العرض ينجم يضبطيه للصغار كريمه، معناها باش يكون اكثر للصغار. وحضرت انا في عروض فيهم برشا صغار ويلعب مع الصغار، خاطر في العرض ثم دو فيرسيون يعملهم هو، حاجه جديده معناها عند جعفر القزمي، خاطر هو عنده كلي يتعامل مع الجمهور، هو انيماتور دو باز، اكثر منه ممثل. دايوغ على هذا هو هاكا سما روحه جعفور، جعفور شو، جعفور شو، حلوه. دونك جعفور شو ديجا فيها كل علاقه حلوه برشا مع الاطفال الصغار، باش يكون مع 28 فوالا 28 اوت دينا نبيعوا في التسكر او من مقبل اللي يحب يجي، وتسكرنا راهو ديما في متناول الجميع في حمام لنف. احنا معناتها عاملين سوم اسوام معقوله، عرض جعفور احنا السنه رانا ما عملناش الكراسي،
الا بوغ سارتان سواغي الكراسي اللي نحط الكراسي البيض نتاع دار العرس هذاك خاطر انا شخصيا ما نحبش برشا الكراسي ونخاف ديما الناس كي تقعد فوق الكراسي تلصق الناس هكا الكراسي جوستوما الكراسي وما ادراك ما الكراسي هزيتني للسؤال القبل الاخير معك مدام سلمى بكر نحكيو على المجلس التاسيسي وتجربه المجلس التاسيسي بماذا والكراسي الاخضر ولا بشنو خرجت سيميلي كبير راهم ماهمش كبير ماهمش كبير ويعرقوا ومخي بلونهم اما يضرب يلصق لون خايب بشنو خرجت سلمى بكر من تجربه المجلس التاسيسي تجربه كبيره 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 الحقيقه تعلمت برشا حاجات تعلمت ساعه تعلمت اللي ما حقنيش تعلمته اما مانيش نمارس فيه اللي هو الكذب والتراجين تاع السياسيين وما نحبوش تمام تعلمته وحاولت اقصى جهدي وما كانتش حاجه سهله باش ديما ديما خطابي ما يتبدلش ونكون ديما كما انت كما انا وكما انا كشخص وكما انا كسينمائيه اللي نقول كلمتي وما يهمنيش ونقولها باي طريقه ونعرف اللي في الاول تفاجئ وحتى من اللهجه نتاعي معناتها كان انا كي نتكلم تونسي كنت نحس روحي كاني غريبه في المجلس التاسيسي خاطر لازمك تكلم عربيه فصحى بالكدا باش انت تبين اللي الهويه نتاعك عربيه اسلاميه وماكم سمعتوا قداش زميلتي مثلا تكلمت مرة باللغة الفرنسوية سونيا بنت أمي اللي مش سونيا بنت أمي اللي هي تتكلم بالعكس معناتها هي تتكلم فرنسوية تكلمت بالعربي دا لا هي تكلمت بالفرنسوية وخلوا لها كيفاش وهي لغتها الأم خاطر ولدت وعاشت في فرنسا فعود احنا نفرحوا بها اللي هي رجعت من فرنسا باش تخدم كيفاش تتكلم فرنسي كريمة سويد لوموا عليها وحتى اللهجه حتى لهجتي انا في الاول كان يعاب عليا شبيك تتكلم هكاك ساعات جينا ناس ضياف شرقيين وانا خديت الكلمه في لجنه باللي جاي يا اخي فما شكون بعد حق قال لهم ما فهمتوش بالكدا مدام سلمى يا اخي جاوبتها امراه من الاول قالت لها لا بالعكس فهمت. اللهجه نتاع مدام سلمى مفهومه خير من برشا لهجات اخرين واشربها السيده هذا ومشى على روح سلمى بكار دونك ما يقلقكش اليوم غياب النساء عن الولاد قلقني برشا 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 ما قبل لك كلمتني زميلتك في الواحد وفي الاول ما حبيتش نجاوب وبعد كي جاوبتها تغشش قلت لها هكا ما عرفت كيما غششتني اليوم زاد خاطر هاي ليبوكريزي نتاع السياسه هاي فريمون مثال نتاع ليبوكريزي نتاع السياسه احنا مازلنا كي خرجنا من 13 اوت وعيطنا السيد الرئيس وانا معناتها كنت من جمله ال 15 المراه اللي وسمني شنو الفائده في هالتوسيم تاع ال 15 المراه وانت تجي باش تسمي قداش من عشرات ولات وما تلقاش مش مراه ما تلقاش خمسه سته عشره نساء بالكفاءات الكل اللي تبينوا بعد حتى بعد الثوره سورتو انا والله كنت نقول فيها حتى بكل اريحيه حتى نساء تاع النهضه اللي كنت ما نشاركهم في حتى شيء من افكارهم ولكن تعرفت على شخصيات نسائيه داخل حزب النهضه اللي هما يسواو 10 مرات أكثر من الرجال متاع النهضة وعمرهم لا خموا فيهم لا باش تكون وزيرة لا باش تكون كاتب دولة وتوا حتى والية ما تنجمش تقول أقصى حاجة هاكا سميني لكم تراي فنسي معتمدين وفي ولاية بن عروس فما المعتمدات وحكيت مع معتمدة كنهاريكا في راتس ولا زهرة نسيت معناتها يشكيو من ان اسبيس دو راسيزم معناتها ما يخليوهاش حتى تخدم نورمال على خاطرها امراه وحتى كي تعطي اوامر وتاخذ قرارات وراها هذيك الكل فما ديما كالعقليه تسخين في روحها ما إلها كان امراه وهذه سي لا بلو غروند كونتراديكسيون معناتها تناقض كبير 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 هذا زاد سؤال كبير لازمنا نلقاو له اجابه وطنيه ماهوش معقول سؤالي الاخير في اقل من دقيقه مدام سلمى بكر المخرجه وقتاش
باش نشوفوا الفيلم الجديد ان شاء الله انتاجا او اخراجا؟ الحقيقه ان شاء الله بيانتو، على خاطر ما كانش المنتج نتاعي سي عبد العزيز بن ملوكه وجهه زندوبه وجهه زندوبه كوسيناريست باش يتغشوا عليا برشا برشا، خاطر خليته 3 سنين للمجلس وزدت خليته 3 شهور خاطر المهرجان ما عاد بها وين. ان شاء الله نرتاح شويه وباش نبدا في الفيلم نتاعك. ميرسي بوكو مدام سلمى بكار، نورتنا اليوم في لاتيغاس، دونك يعطيك الصحه. نخليك المود لافان في كلمتين. لو مود لافان شنو؟ تري ديريكت. لو 28 لازمكم تجيو المهرجان بوكرنين باش تشوفوا جعفر القاسمي في جعفر شو، جعفر شو راي سبيكتاكل حلو، يجيو باش تضحكوا وباش تخموا ومام طو. جيبوا صغيرات. جيبوا صغيرات. جيبوا صغيرات ويجيو العائلات الكل تفرجوا في جعفر لو 28 في بوكرنين، الاسوام معقوله كما تقول مدام سلمى بكر. ميرسي بوكو مدام سلمى. ميرسي غازي. احنا راجعين بعد شويه في الانترفيو نتاعنا. كاب اف ام الكلمه ليك.